سعيد الرامي. معكم سعيد الرامي، تنسكن في دار الزيدوح، اقليم في قيب صالح. خويا نهار الحد في العمر ديالي 31 عام. عندي الحالة العائلية، عندي جوج وليدات والمرأة عندي مريضة تدوك لانسولين، وانا مسقرة هنا في هاد الدويرة هادي. نهار الحد قدام انا كارسون في واحد القهوة، تنخدم نهار كامل. جيت في ذاك النهار مع 12 تسالحت واحد شوية باش نمشي للعمل ديالي مع العصر. جيت تصبنت شي حويجات، المرأة ديالي كانت مسافرة عند الوالدين ديالها. جيت مع الظهر هكاك صبنت شي حويجات ديالي نشرتهم. من ورا العصر شويه خرجت مشيت للعمل ديالي، سديت الدار ديالي على خير وعلى بخير، ما خليت البوطات تتنفسوا لا والو. الدار محكومه، قلت الحمد لله حتى واحد راه ماشي قرب ليا، الجيران معاهم مزيان. اتى من ورا 5:30 هكاك 6 لحقت نسربي، حتى جاو الناس قالوا لي تعالى راه الدار ديالك راه تحرقات كامله، شاعله فيها العافيه، لا كان وليداتك تما راه كلشي راه تحرق. وانا قلت لهم لا، الدار راه ما فيهاش الوليدات، واني راه فيها التغراض ديالي، فيها حويجاتي، فيها الرزيق ديالي، كلشي ميعناتي ميعنات وليداتي. تكرفست واحد التكرفيسه، ما تصدمت واحد الصدمه ما هياش. والحمد لله دابا تنطلب من المحسنين كاملين يتعاونوا معايا ويشوفوا من حالي ومن حال وليداتي. وليداتي باقين صغار وانا ضارب عليهم الحمد لله تماره، وبغيت المحسنين يتعاونوا معايا يعاونوني شويه. وهذا اللي عطى الله، وهذا اللي قسم الله. وهذا العمر ديال الوليدات ديالي واحد 6 سنين، واحد عنده شي 4 سنين هكا، غادي في 4 سنين. تمحنت بزاف في النفسيه ديالي، تمرت بزاف. داكشي اللي كان تنتمل منه، ناكل منه، نشرب منه. الدويره اللي كنت مستور فيها كلشي بين ليله وضحاها، كلشي مشى ليا. النمره ديال التليفون ديالي 07 67 38 92 59 باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.